بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والمحبة مشاهدينا الأحبة، أهلا بكم إلى لقاء جديد وحلقة أخرى من حلقات برنامج من عمان مع بداية أسبوع جديد. نتمنى بإذن الله يكون هذا الأسبوع حافل بالعمل والجد والعطاء لخدمة عمان في مختلف مواقع العمل والبناء. حياكم معنا مشاهدينا في أمسية اليوم، حضرنا لكم مجموعة من المتابعات في هذه المجلة المسائية اليومية من برنامج من عمان. قدر الإمكان حريصين على التنوع، نكون عيونكم اللي تشاهدون بها جمال عمان في مختلف مواقع العمل والبناء في مختلف محافظات السلطنة، تغطية مستمرة لمختلف هذه الفعاليات. وفي أمسية اليوم مشاهدينا حضرنا لكم مجموعة من اللقاءات، مجموعة من التقارير والموضوعات، كل أمنياتنا أنها تنال طيب متابعتكم ورضاكم. في حلقة اليوم مشاهدينا راح نتكلم عن مسابقة مبادرون، هذه المسابقة التي تتبناها وزارة الشؤون الرياضية بهدف الوقوف مع أصحاب المبادرات من الشباب تعزيزا لمبادراتهم. الاتجار بالبشر ظاهرة عالمية تعددت أشكالها منذ قديم الزمان. اليوم هذه الظاهرة نناقشها في برنامج من عمان من أبعاد مختلفة للحديث والوقوف على أسبابها ومعالجة هذه الظاهرة. أما ثالث المتابعات مشاهدينا، وفي سعي مستمر من السلطنة لتعريف العالم أجمع بحضارة عمان وتقريب العالم للسلطنة، تنظم هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في طشقند معرض عمان قريبة وإن كانت بعيدة. سنتكلم ونتعرف على هذا المعرض مباشرة من خلال تواصلنا من هناك من طشقند. أيضا مشاهدينا حضرنا لكم متابعة ولقاء للحديث عن كتاب جديد وإصدار اللوح والقلم للتعريف بطريقة الكتابة والتعليم في الكتاتيب في كتاتيب عمان قديما، حيث يعد هذا الكتاب أول كتاب من نوعه يناقش هذا الموضوع. كل أمنياتنا مشاهدينا أن تنال هذه المتابعات من خلال اللقاءات، من خلال التقارير، طيب متابعتكم على مدى ساعة من الآن من برنامج من عمان. بعد الفاصل القصير مشاهدينا راح نقترب من معرض عمان قريبة وإن كانت بعيدة من خلال تواصلنا مباشرة من طشقند بعد هذا الفاصل. وسط إقبال كبير من الشعب الأوزبكي وتغطية إعلامية واسعة، تستمر فعاليات المعرض الوثائقي عمان قريبة وإن كانت بعيدة الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بمتحف الأمير تيمور بالعاصمة الأوزبكية طشقند، ويستمر لمدة 10 أيام. أنا سعيدة جداً يعني من هذا المعرض، وبواسطة من خلال هذا المعرض نحن تعرفنا مع العمان، مع ثقافة عمانية، مع حضارة من جديد. يهدف المعرض إلى إبراز المخزون الوثائقي وإطلاع الباحثين والدارسين والأكاديميين وطلبة الجامعات بمختلف تخصصاتهم على الموروث الحضاري لعمان في مختلف الجوانب، لتعريفهم بالامتداد التاريخي وعمق التواصل العماني الذي يؤكد على قيمة الوثيقة العمانية وأهميتها التاريخية. إن إقامة هذا المعرض في متحف التاريخ تيمورين له رمز خاص، ويدل أن تاريخ سلطنة عمان وتاريخ أوزبكستان له جذور عريقة في تاريخنا. فإن أوزبكستان خلال حصولها على الاستقلال على مرور 23 عاما أقامت الفعاليات العديدة مع سلطنة عمان في مجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. المعرض الوثائقي عمان قريبة وإن كانت بعيدة يحتوي بين جنباته مجموعة من الوثائق العمانية المختلفة وبعضا من الوثائق الدولية التي تحكي جانبا من التاريخ العماني التليد، بالإضافة لمجموعة من المخطوطات التاريخية التي تتحدث عن مواضيع مختلفة وأهم العملات والطوابع التي تعاملت بها السلطنة مع بلدان العالم،
والخطوط البحرية التي كانت تسلكها السفن العمانية من خلال مجموعة من الخرائط المنوعة. أنا مسرور جدا برؤيتي أهل العمان في عاصمة طشقند، وأنا سعيد من أعمق القلب، وأنا في متحف الأمور تيمور رأيت كل رسالة أو نقود العمانية أو مدنية العمانية، وهذا لنفسي ممتع وعجيب جدا. كما يشتمل المعرض على مجموعة من الصور التي تبين العلاقات العمانية الأوزبكية، وصور لبعض ولايات ومحافظات السلطنة وأبرز المعالم الأثرية والسياحية، بالإضافة لمجموعة من المقتنيات الشعبية القديمة كالفضيات والسعفيات وملابس تقليدية تبين الزي العماني الأصيل. حياكم الله مشاهدينا مجددا. إذن للحديث بشكل أكثر تفصيلي حول هذا المعرض الوثائقي، عمان قريبة وإن كانت بعيدة في العاصمة الأوزبكية طشقند، الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بهدف التعريف وتقريب العالم أجمع من سلطنة عمان، وهذه المرة مع شعب عريق ومع تاريخ وحضارة عريقة، لتعريف المجتمع ولتعريف العالم بحضارة السلطنة وقدم تاريخ السلطنة. تفاصيل أكثر عن هذا المعرض اللي يستمر للتاسع عشر من سبتمبر الجاري، يتواصل معنا مباشرة من هناك من طشقند سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. سعادة الدكتور مساك الله بالخير، وسعيد جدا بتواصلك معنا من هناك من طشقند. أهلا وسهلا، وأنا سعيد كذلك، ونحن سعداء أن ننقل تاريخ عمان التليد وحضارتها المجيدة إلى هذا الشعب الأوزبكي الذي أيضا ينتمي إلى الحضارة الإسلامية، وما لعبه علماء ورجالات الشعب الأوزبكي من دور فاعل وإسهام في الحضارة الإسلامية. هذا المعرض الحقيقة حظي بتغطية متكاملة وشاملة ويكاد يومية من قبل وسائل الإعلام المختلفة في أوزبكستان، وقد حظي برعاية رفيعة المستوى، حيث رعى هذا المعرض في افتتاحه نائب رئيس الوزراء، وكذلك بحضور مجموعة من الوزراء وأيضا مجموعة من أساتذة الجامعات وأصحاب الفكر وأيضا الدبلوماسيين المعتمدين في أوزبكستان. نعم، طيب سعادتك، من خلال مشاهدتنا لهذه الصور كما يبدو أن هناك إقبال على مستوى الطلبة حتى على مستوى الباحثين والأكاديميين الذين هم متعطشون للتعرف على ثقافة وتاريخ السلطنة، لماذا اختير لهذا المعرض عمان قريبة وإن كانت بعيدة أن يكون في أوزبكستان؟ هو نحن أردنا أن يكون هذا أول شيء، أنه أدرج ضمن أعمال اللجنة العمانية المشتركة. جميل. ونحن ندرك أن سلطنة عمان الآن حاليا ستسهم في بناء المكتبة التاريخية، مكتبة أبو الريحان البيروني. وأيضا من خلال أعمال اللجنة المشتركة وأيضا زيارة بعض المسؤولين من أوزبكستان إلى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، فقد طرحوا رغبتهم أن تشارك الهيئة بإقامة نشاطات وفعاليات في أوزبكستان. جميل. وقد نقلوا هذه الرغبة إلى وزارة الخارجية، وقد وافقت الهيئة لاعتماد هذا البرنامج، والحقيقة المعرض كان موفقا، وكان هناك استقبالا كبيرا، وكان هناك ترحيبا، وكذلك تغطية إعلامية، كما أن الهيئة وضعت برنامج للتغطية الإعلامية من خلال الإعلانات في التلفزيونات وقنوات التلفزيون الأوزبكي ومن خلال الصحف، وأيضا لوحات الإعلانات في أكثر من مكان، ثم أيضا اللقاءات التي تمت من خلال في الصحف الأوزبكية، كان هذا الإقبال الكبير، فضلا عن التنسيق مع عدد من الجامعات وأيضا المدارس في طشقند. هناك أربع جامعات ستتسابق خلال هذه فترة المعرض، وسيحضر رؤساء الجامعات
والطلاب الفائزين في هذا البرنامج. نعم. سيتم أيضا تنظيم لهم زيارة إلى سلطنة عمان، وهذه المسابقات بين 4000 طالب جامعي. هم تطرح أسئلتهم بالتعريف عن تاريخ عمان وعن مكانة عمان ومعالم النهضة العمانية، وبالتالي هناك أصبح إقبال كبير للتعرف على المعرض. والحقيقة أيضا هناك يعني إقبال ليس على مستوى طلاب المدارس، ولكن أيضا إقبال على مستوى الطلاب الجامعيين. ممتاز. والشيء الذي يثلج الصدر إن هؤلاء الطلبة هم يتعرفون بشكل دقيق على الجوانب الحضارية العمانية، ويطرحون مجموعة من الأسئلة، ثم إن هناك مجموعة من الكتيبات أعدتها الهيئة بعدد من اللغات، منها اللغة العربية واللغة الأوزبكية وأيضا باللغة الإنجليزية، تتناول العلاقة العمانية ونبذة تاريخية عن عمان، وأيضا معالم النهضة المباركة التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. طيب سعد، هذا المعرض أيضا متنوع بما يحتويه من وثائق، بما يحتويه من مخطوطات، بما يحتويه من صحف أيضا تحدثت عن عمان وعلاقاتها التاريخية. والصحف التي بحوزة الهيئة هي صحف مختلفة، أوروبية وأيضا صحف أمريكية وصحف عربية تعود إلى أكثر من 150 عاما، وبالتالي هذا المعرض شامل ومتنوع. وإحنا كذلك أيضا شعبية. نعم. وأيضا من خلال فرقة شعبية تحية. نعم. كما يبدو سعادتك أن في عدد من الأماكن في أوزبكستان. نعم سعاد دكتور، نحن نشكرك على تواصلك معنا، وإن شاء الله سنستمر في هذه التغطية المستمرة لهذا المعرض، معرض عمان قريبة وإن كانت بعيدة، الذي يقام في أوزبكستان، ونحن نعرف عمق العلاقة بيننا وبين المجتمع الأوزبكي، وما مبادرة السلطنة في إنشاء سفارة إلا أكبر دليل على ذلك. سعادة الدكتور، هل من كل راشد؟ نعم. أود أشير كلمة واحدة. نعم. فعلا أنه استطاعت الهيئة أن تقرب إلى الشعب الأوزبكي، بأن عمان وإن كانت بعيدة ولكنها هي قريبة بالفعل. وبفضل ما تم نقل الصورة الحية عن عمان ماضيا وحاضرا، وأيضا تطلع على المستقبل المشرق بإذن الله. شكرا لك سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، تواصلت معنا مباشرة من طشقند. شكرا لك سعادة الدكتور، وإن شاء الله مشاهدينا في الأيام القادمة سنتواصل في هذه التغطية المستمرة لهذا المعرض، معرض عمان قريبة وإن كانت بعيدة، الذي يعرف بعمان حضارة وتاريخ وثقافة في مختلف الجوانب المعرفية والثقافية. وأيضا مشاهدينا نستمر في هذه التغطية من برنامجكم من عمان، ننتقل في تغطية مختلف الفعاليات والأحداث اللي تشهدها أرض السلطنة، نقربكم من هذه الأحداث والفعاليات عبر مجلتنا المسائية برنامج من عمان. وقفتنا القادمة مشاهدينا راح تكون حول مسابقة مبادرون التي تبنتها وزارة الشؤون الرياضية بهدف الوقوف جنبا إلى جنب مع أصحاب المبادرات الشبابية في مختلف محافظات السلطنة، وتعريف المجتمع بإنجازاتهم ومبادراتهم. تفاصيل أكثر عن هذه الجائزة من خلال وجود الأستاذ عبد الله بن حمد الحارثي، رئيس اللجنة المشرفة على جائزة وزارة الشؤون الرياضية لمبادرات شباب الأندية مبادرون. أستاذ عبد الله مساء الخير وحياك الله معنا في هذا اللقاء، سعيدين جدا بوجودك معنا. مساء النور أستاذ العزيز، بارك الله فيكم جميعا. إن شاء الله في البداية نريد أن نعطي المشاهد فكرة إقامة هذه المسابقة وهذه الجائزة، كيف جاءت الفكرة لدى وزارة الشؤون الرياضية لتبني هذه المبادرات والوقوف لها وتعريف المجتمع بها؟ شكرا أستاذ راشد. في البداية حقيقة لابد من شكر، وكما أسلفت قبل أن أتي إلى هذا المكان، بأن الوزارة خلال هذه الفترة تبنت الكثير من المبادرات والكثير من الجوائز، حتى يحظى الجانب الشبابي مع الجانب الرياضي بنفس الفرصة التي يحظى بها الجانب الرياضي. ممتاز. ولذلك تبنت الوزارة خلال هذه الفترة من ضمن الجوائز والأعمال فكرة مبادرون. جميل. مبادرون هي عبارة عن جائزة تتبناها وزارة الشؤون الرياضية، يقوم بها الأندية على مستوى محافظات السلطنة باستقطاب كل من لديه مبادرة، هذه المبادرة أما أن تكون على أرض الواقع أو قابلة للتطبيق. نعم. وطبعا هذه المبادرات الكثير من أبنائنا الشباب يقولون لا توجد هناك بيئة أو مكان أو جهة تتبنى هذه المبادرات. طيب.
فأتت حقيقة الفكرة من وزارة الشؤون الرياضية ككونها هي المكان المناسب وهي القريبة من الشباب، بأن تبادر الوزارة كمبادرة كذلك بأن تحتوي كل المبادرات الموجودة في السلطنة، وتجد فيما بعد لها مفاضلة ما بين هذه المبادرات حتى تحظى بمتابعة والتنسيق من قبل هذه اللجنة، وفيما بعد ترى النور والأفق، سواء كان هذه المبادرة بيئية أو تعليمية أو صحية أو مرورية أو كل ما تعنى بالمبادرات القابلة للتطبيق أو هي على أرض الواقع. طيب حتى أيضا نقترب أكثر من هذه المبادرات، ما طبيعة هذه المبادرات؟ هل هي إنجاز يقوم به الشاب، فكرة، اختراع مثلا؟ سئلت حقيقة خلال هذه الفترة بأن كثير من الجهات الحكومية أو الخاصة تتبنى خلال هذه الفترة فكرة المبادرات. نعم. وكانت لي الكلمة بأن إذا حق لنا أن نقول بأن وزارة الشؤون الرياضية جمعت أم المبادرات. نعم. بمعنى أن تكون كل مبادرة، طيب، سواء كانت في الصحة أو كانت في التنمية الاجتماعية أو كانت في وزارة البيئة، نعم، أو كانت في وزارة أي وزارة من الوزارات، هي قابلة للتطبيق وقابلة للعمل، نحن نستقطبها وفي نفس الوقت نستطيع توجيهها إلى الجهات المعنية. جميل. طيب يعني هناك الكثير من الجوائز كما ذكرت أنت أيضا تتبنى من خلال وزارة الشؤون الرياضية أو بقية الجهات الأخرى. نعم. لكن أحيانا قد ينقصها عنصر التسويق. بلاشي. فكيف تشتغلون على تسويق هذه الفكرة حتى يشارك فيها الجميع، حتى لا يقول أحدهم يعني أن لدي مبادرة لكنها لم تحظى بالقبول وبالمشاركة في هذه المسابقة؟ نحن كان من بداية الأمر عندما تم المؤتمر الصحفي نحسبه اليوم الحقيقي لإعلان الجائزة. نعم. وهذا يوم من أيام الترويج لهذه الجائزة. خلال هذه الفترة تبنت حقيقة اللجنة المنوطة إليها عمل الجائزة بإقامة برنامج كامل ومتكامل. بعد غد بإذن الله ستجتمع بجميع أمناء سر الأندية وبالأشخاص المعنيين في المحافظات حول المبادرات الشبابية. فيما بعد سيعقب هذه الزيارات إلى الكليات وإلى الجامعات وإلى المؤسسات الحكومية حتى نكون عن قرب حول الجانب الخاص بالمبادرات وشرحها. جميل. وتفاصيل أمورها أولا بأول بإذن الله. نعم. طيب كيف ستكون مجالات هذه الجائزة المختلفة؟ كيف أيضا ستعمل هذه المجالات على أن لا تتضارب أو تتناقض مع بقية الجوائز الأخرى المعنية بالمبادرات وبالإنجازات وبالمشاريع والأنشطة الشبابية؟ هي طبعا نحن مثل ما أسأل أستاذ راشد، المجال المبادرات هو مجال مفتولة في كل المبادرات والكل يكمل البعض، لكن ستتبنى حقيقة الجائزة عدة أشياء تتمايز فيها ما بين جائزة ما بين مبادرة ومبادرة أخرى. نعم. فعلى سبيل المثال المبادرات التي تتم في مجالات نشر التعليم ومحلومية والصحة، طيب، مبادرات التي تستهدف العناية بالبيئة والمحافظة عليها وعلى الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة. جميل. المبادرات التي تستهدف تنمية الشباب، برامج وأنشطة تثقيفية وترفيهية وبرامج تعلم اللغات واستغلال التقنية الحديثة والمطالعة ونشر ممارسة الأنشطة الرياضية وبرامج التأهيل. ممتاز. كذلك لا ننسى مبادرة إحياء الموروث الثقافي الأصيل للسلطنة. ممتاز. فكل هذه الأشياء نحن معنيين بها في المبادرات، وعلى الشباب أن يتقدموا بنفس هذه الأفكار حتى يتم التفاضل فيما بعدنا. هل الجائزة فقط مقتصرة على المبادرات الجديدة التي يتقدم بها للمسابقة، أم إن كانت هناك مبادرات قائمة على الأرض الواقع؟ المبادرات السابقة. نعم. نحن نرحب بالمبادرات الحديثة والقائمة أو المبادرات التي يمكن تطبيقها خلال هذه الفترة، فهي مقبولة من قبل اللجنة. طيب. وعلى فكرة الجائزة هي ليست بها أسس للتقييم بقدر أن يكون بها مفاضلة، فهل هذه الجائزة قابلة للتطبيق ولها ديمومة واستمرارية، أم هي بس مبادرة آنية وموقتة خلال هذه الفترة؟ جميل. ولذلك حرصت حقيقة اللجنة أن توضع معايير رئيسة، وبإمكاني أن نمر عليها مرور الكرام. على سبيل المثال درجة الإبداع في هذه المبادرة، هل في بها إبداع؟ الشيء الآخر كفاءة وفعالية إدارة المبادرة، نحن نحتاج إلى إدارة المبادرة من حيث الاستراتيجية، لا تكون فقط تنفيذية والتواصل. نعم. حتى الملاحظة للمجالات الخاصة بهذه المبادرات يعني تستند على دراسة علمية كما يبدو. لابد. وأثر المبادرة في المجتمع كذلك. الاستدامة أخذت بعين الاعتبار، مدى قابلية التعميم، هل تعمم أم هي فقط تهتم مقتصرة إلى مجال واحد؟ أخذت كل هذه الجوانب فيما بعد عندما تقدم المبادرة عن طريق الأندية، ثم تصل إلى المحافظات والدوائر في المحافظات، فيما بعد ستصل إلى اللجنة الرئيسة
لتمحيصها وفي نفس الوقت حتى تتفاضل بينها. في النهاية سنخرج ب15 مبادرة شبابية ممتاز على مستوى السلطنة. إذن التصفيات الأولية تكون عن طريق الأندية ثم ترفع إلى اللجنة الرئيسية. كل نادي بإمكانه أن يفاضل ما بين كل هذه المبادرات التي ستأتي إلى النادي، ويتم قبول 3 من المبادرات الشبابية. جميل. ثم ترفع إلى الدائرة المعنية في المحافظة، وفيما بعد على الدائرة أو جميع الدوائر في هذه المحافظات برفعها إلى اللجنة الرئيسة على مستوى السلطنة. وليكن معنا الآن 44 نادي، كل نادي يأتي ب3 مبادرات، لذلك بيكون كذلك معنا عدد كبير من هذه المبادرات، علينا تشخيصها وعلينا تمييزها وعلينا في نفس الوقت وضع المعايير الأساسية بها حتى يتفاضل ما بين الأشخاص والخروج بالمبادرات الأفضل بإذن الله. طيب، هناك الكثير من المبادرات، أو قد يعتقد البعض من الشباب أن لديهم مبادرات لكنها لا تستند إلى الخطوات الحقيقية والمراحل الحقيقية لبناء أي مبادرة، فما هي اشتراطات هذه المشاركات في هذه المبادرات حتى نخرج فعلا بحصيلة نستطيع تطبيقها ونستطيع أيضا تعميمها كما ذكرت أنت في اللجنة الآن؟ المعايير. اللجنة الآن بصدد إقامة دليل، والدليل سيحوسب بإذن الله وسيرسل إلى الأندية وإلى قنوات التواصل جميعا، وهذا الدليل سيوزع على الجميع، به الشروط العامة وبه ملف الترشح وكل الأشياء التي ينبغي للمترشح أن يتقدم إلى الجائزة. وطبعا شروط عامة وضعناها كذلك، من ضمنها أن يكون الترشح من خلال الأندية فقط. لماذا الأندية؟ لأن النادي هو الحاضن الأول بالنسبة لهؤلاء الشباب، وحتى نعطي الجمعيات العمومية لدى الأندية الكثير من الجوانب التي ربما يفتقدها النادي خلال هذه الفترة. هو الفترة الأخيرة ملاحظ فعلا في أنشطة وزارة الشؤون الرياضية أن النادي انتقل من كونه فقط نادي رياضي إلى كونه فعلا نادي شبابي ورياضي ثقافي، ويحقق كل المجال الثقافي، لكن بعض الولايات ما فيها أندية، فكيف راح تكون خلال هذه الفترة؟ سيقتصر الدور بس فقط على الأندية. سنقيم المرحلة القادمة، فإذا كانت الأمور تقتضي بأن تشرك هذه الولايات التي ليست بها أندية سنضع لها آلية خاصة في كيفية التعامل، لكن خلال هذه الفترة سنتعامل مع الأندية فقط وليس التعامل مع الأندية مع الولايات، ولن تتقبل اللجنة أي مبادرة فردية أتت من قبل شخص أو جماعة إلا عن طريق النادي في نفسه. نعم. إذا الولايات التي ليست بها أندية بإمكان الناس القريبين منه إلى أقرب نادي، والنادي عليه بأن يتقدم بهذه المبادرة ويرسلها، لأن النظام الأساسي الخاص بشروط الانتساب إلى الأندية لا يحدد الشخص من أين مكان أو زمانه، وإنما كل نادي يفترض عماني الجنسية أن يتقدم كل شخص إلى أي أقرب نادي حتى يحظى بهذا الجانب. جميل. طيب، بقية الاشتراطات الأخرى غير الشرط الخاص بأن يكون عن طريق طبعا الأندية. أن يكون المرشح أو المترشحين من العمانيين، وكما أسلفت المبادرة أما تكون فردية أو تكون جماعة. أن يكون عمر المشاركين ضمن فئة الشباب وهي معروفة حقيقة لا تتجاوز سن 40. أن تكون المبادرة المرشحة تندرج ضمن المجالات المفتوحة للتنافس بالجائزة التي ذكرناها. أن تكون المبادرة قد تم تنفيذها على أرض الواقع أو جاري تنفيذها أو من المبادرات المستمرة، وهذا سؤال الذي طرحته سابقا. لا يقبل الترشح مرة أخرى لكل من فاز بالجائزة بصفته الفردية أو ضمن مشاركة بمجموعة في نفس المجال إلا بعد مضي سنتين. يحق للفائزين في مجال محدد الترشح في مجال آخر في الدورة التي تليها. فعلى سبيل المثال، ربما الحاصل على جائزة خلال هذه الفترة ينتظر لمدة سنتين حتى يترشح في نفس المجال الذي هو ترشح فيه. جميل. أو بإمكانه أن يترشح في مجال آخر إذا لم يحظى بجائزة أو حظي بجائزة أخرى. جميل. طيب، الآن مع الإعلان عن طريق على هذه الجائزة عن طريق المؤتمر الصحفي، بذلك بدأت البداية الفعلية للدورة الأولى لهذه الجائزة. نعم. بإمكان الواحد أن يتواصل مع النادي ويشارك بلا شك، ونحن خلال هذه الفترة بعد غد بإذن الله سيكون هناك اجتماع عام لأمناء سر الأندية، وسيوزع فيها الدليل حتى تقوم الأندية بدورها. سيكون هناك شهرين متكاملين في تجميع هذه المبادرات من قبل الأندية، ثم بعد الشهرين تقوم الدائرة المعنية في كل محافظة بتجميع هذه المبادرات من قبل الأندية، ثم فرزها لمدة 2 أسبوع عن طريق اللجنة الرئيسة. وبإذن الله نهاية شهر 1 نستطيع الإعلان عن هذه الجائزة والفائزين عبر معتبر صحفي مرة أخرى إن شاء الله. يعني تعرف أستاذ عبد الله، مثل هذه الجائزات، مثل هذه الجوائز التي يعني ينظر لها بهذا المنظور، المجتمع ينتظر من هذه الجوائز فعلا تحقق عائد مجتمعي للمجتمع. يعني جوائز
يدفع لها بهذه المبالغ ويعلن وتنشر، المفروض أن أنها تحظى بتسويق حقيقي حتى يشارك فيها الجميع. ما ننتظر في المؤتمر الصحفي أن نسمع حجبت الجائزة لعدم المشاركة أو لم تستوفي الاشتراطات. على يقين أستاذ راشد، ولربما تشاركني الأمر، بأن وزارة التربية والتعليم على سبيل المثال في مجال التنمية المعرفية، وكان أحد الأخوان في اللجنة يذكر لي بأن محافظة جنوب الباطنة تقدم خلال العام الماضي في التنمية المعرفية 600 مبادرة. ممتاز. فهذا دليل قوي بأن هناك من أبنائنا في هذا الوطن من لديه المبادرات الكثيرة، إلا أنه لم يجد الممر الحقيقي في كيفية تنفيذها. هنا أحببت أن أذكر شيء آخر أستاذ راشد، وهو لم يعمل به سابقا. المبادرة أو الجائزة لن يقتصر دورها بتجميع والإشهار بهذه لهذا الشخص فقط، والاكتفاء بالاحتفالية الأخيرة لإظهار هذا الفرد الذي قام بهذه المبادرة، وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى سنتابع هذه المبادرة. فإذا كانت على سبيل المثال بيئية، ستكون لهذه اللجنة دور كبير وأصيل بمتابعتها في الجهة المعنية، ولتكن في وزارة البيئة، حتى يقوم المسؤولين في وزارة البيئة بالقرب منها وتنفيذها، وفي نفس الوقت نجاحها أو الاستفادة المجتمع منها. وإذا كانت تحتاج إلى دعم، وليكن صندوق الشباب أو الرفد أو خلافه، كذلك دور اللجنة سيكون بإذن الله متابعة هذا الجانب. فوق هذا كله، أن المبلغ الذي صار نيران
الصحي يا رضا وقف وناظر شوي شوف والله ايش سوى بشخص حي لاه نار ولاه ماء ولاه غيمة ولا ضما لاه نار ولاه ماء ولاه غيمة ولا ضما إن حكت غنت سنا بالمرضى والسكوت إن صار نيران الغضا إن حكت غنت سنا بالمرضى والسكوت إن صار نيران الغضا يا رضاها وقف وناظر شوي شوف والله ايش سوى بشخص حي يا رضاها وقف وناظر شوي شوف والله ايش سوى بشخص حي كيف حي ولا لقاها واللي لقاها ما بقى بيدنا شي كيف حي ولا لقاها واللي لقاها ما بقى بيدنا شي غير إنا يحتريها. حياكم الله مشاهدينا مجددا، نعتذر عن الخلل الفني الخارج عن الإرادة الذي كان السبب وراء قطع المقابلة، لكن احنا مستمرين في هذه التغطية المسائية من برنامجكم بن عمان، تغطية لمختلف الفعاليات. كنا قد تكلمنا عن مسابقة مبادرون، هذه الجائزة التي تتبناها وزارة الشؤون الرياضية من خلال ضيفنا العزيز الأستاذ عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة المشرفة على جائزة وزارة الشؤون الرياضية لمبادرات شباب الأندية مبادرون. إذا أستاذ عبد الله، ما يتبقى لنا على الشباب أن يشاركوا وأن يبادروا في هذه الجائزة عن طريق الأندية المختلفة، كما بإمكانهم المشاركة أتوقع في المستقبل كما ذكرت أنت عن أو بإمكانهم التعرف على كل تفاصيل الجائزة إلكترونيا من خلال البرامج المحوسبة للتعرف على هذه الجائزة وقنوات التواصل. طبعا نحن كذلك حريصين على أساس أن تكون كل الجوانب التقنية خلال هذه الفترة حاضرة حقيقة للإشهار بهذه الجائزة ومعرفة الشباب بهم. ومثل ما أسلفت لك، حتى بالنسبة للاستمارة الترشح ستكون بإذن الله محوسبة وبأيدي الشباب، ما عليهم إلا أن يقوموا بتملية هذه الاستمارة ثم عمل حقيقة طباعة لها وإرفاقها من ضمن المبادرات حول الملف. نحن راح نكون أكيد متابعين لهذه الجائزة في المستقبل وفي أيامها القادمة، وحتى نلتقي بمجموعة من المبادرين ونلتقي بكم في اللجنة الرئيسية. نشكرك على وجودك معنا ونرجو لكم كل التوفيق إن شاء الله. شكرا لك الأستاذ عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة المشرفة على جائزة وزارة الشؤون الرياضية لمبادرات شباب الأندية مبادرون. شكرا جزيلا. شكرا لكم جميعا، أتمنى لأبنائنا كل التوفيق بإذن الله. جميل. ونحن كوزارة على تم الاستعداد للتعامل مع هذه الجائزة بما يليق بسمعة هذا البلد. متمني للجميع كل التوفيق. شكرا لكم. إذا متواصلين معكم مشاهدينا، ما زالت لدينا مجموعة من المحطات، مجموعة من اللقاءات والتقارير، تفاصيلها إن شاء الله بعد هذا الفاصل. بالرغم من التقدم الحضاري والرقي الإنساني للحضارات والشعوب، إلا أن الاتجار بالبشر ما زال الجريمة التي تؤرق الضمير العالمي في الآونة الأخيرة، لا سيما وأنها في تنام مستمر، حتى أصبحت ثالث أكبر تجارة في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات، ويتوقع أن تتصدر الترتيب في المستقبل القريب. أشكال وصور هذه الجريمة لا يمكن حصرها، فهي تتطور بسرعة فائقة في ظل العولمة وثورة الاتصالات والمعلومات. فهنالك عصابات منظمة تمتهن هذه الجريمة محققة بذلك أرباحا طائلة حتى وإن كان الضحية هو الإنسان. من حق هذا الطفل أن يعيش كغيره من الأطفال، ومن حق هؤلاء أيضا أن يعيشوا حياتهم كالآخرين. إنها حريتهم، فبأي حق سلبت؟
حياكم الله مشاهدينا مجددا، مستمرين معكم، تابعتم هذا التقرير الخاص بموضوع الاتجار بالبشر كظاهرة عالمية. على الرغم من جهود السلطنة المستمرة للحد من هذه الظاهرة، إلا أن الوضع العالمي يترتب ويتحتم الحديث بشكل مستمر عن هذه الظاهرة. تفاصيل أكثر عن موضوع الاتجار بالبشر و تنظيم وزارة التنمية الاجتماعية لحلقة العمل النقاشية أسباب ومخاطر الاتجار بالبشر، من خلال وجود الدكتور نبهان بن راشد المعولي، أستاذ مساعد بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس. مساء الخير دكتور، حياك الله معنا في هذا اللقاء. يا مرحبا أستاذ، حياك الله. دكتور، لماذا هذا الاهتمام المتزايد بهذه الظاهرة عالميا؟ يعني كل فترة بعد الحين والآخر هناك جهود في السلطنة من خلال الندوات والمؤتمرات، وأيضا على المستوى العالمي نسمع اهتمام متزايد بهذه الظاهرة. بالضبط، هو هذا الاهتمام المتزايد يعود حقيقة إلى النمو المتزايد في الاتجار بالبشر. الإحصائيات الصادرة، الإحصائيات المعتمدة الصادرة عن المنظمات الدولية في هذا الشأن كلها تؤشر على أن نسبة ارتكاب هذه الجريمة في تزايد، وبالتالي أيضا أعداد الضحايا في تزايد. يعني وفقا لبعض الإحصائيات الصادرة عن المنظمات المختصة هنالك الآن عشرات الملايين من البشر، وبصفة خاصة من النساء والأطفال ممن يتم الاتجار بهم حول العالم. أيضا من جانب آخر، الآثار الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والنفسية الكبيرة لهذه الظاهرة حقيقة هي تلفت نظر المجتمع الدولي. فإذا ما نظرنا مثلا إلى الجانب الاقتصادي، العائد المالي من هذه التجارة، التجار في البشر، هو الثالث بعد تجارتي السلاح والمخدرات، وتقدر بمليارات الدولارات سنويا. وهنالك من يقول بأنه الاتجار في البشر، حتى العائد المالي من الاتجار في البشر سوف يتفوق حتى على تجارة المخدرات في المستقبل القريب، نظرا لنسبة المخاطر أقل مقارنة بتجارتي السلاح والمخدرات. نعم، طيب ما أشكال مظاهر الاتجار بالبشر أكثر وأكثر هذه المظاهر انتشارا إيش دكتور؟ طبعا هو الاتجار في البشر كمفهوم عام يقصد به تجنيد الأشخاص أو توظيفهم باستخدام وسائل معينة، وهي القوة أو التهديد بها أو الخداع أو الإكراه أيا كان، من أجل استغلاله. وأشكال هذه الاستغلال متعددة وكثيرة. الصورة الغالب اللي الاستغلال هو الاستغلال الجنسي، وكذلك أيضا العمالة القصرية، وهنالك أيضا أشكال متعلقة باستغلال العمالة المنزلية في ظروف يعني وشروط قد تكون مجحفة، وكذلك أحيانا يتم استغلال الضحايا في التسول، وكذلك في ارتكاب بعض الأنشطة الإجرامية. فحقيقة أشكال استغلال الضحايا لا يمكن حصرها، لأنها تتزايد يوم بعد يوم، ولأنها تنمو، ولأن هؤلاء المتاجرين بالبشر هم دائما يطورون أدواتهم ويطورون الوسائل التي يمارسونها في هذا الشأن. طيب دكتور، عندما يذكر هذا المصطلح الاتجار بالبشر، الصورة الذهنية التي تتبادر في أذهان الكثيرين هو موضوع العمالة الوافدة وانتشارهم وحضورهم بشكل مكثف خاصة في منطقة الخليج العربي. للأسف الأرقام تقول أن أكثر من 1,700,000 عدد الوافدين في السلطنة. طيب الآن مع وجود هذه الظاهرة وهذا العدد، نريد نعرف يعني وجود السلطنة من هذه الظاهرة، ما هو أشكال الاتجار بالبشر الموجود في السلطنة إن كان موجود، ثم ما هي جهود السلطنة للحد من هذه الظاهرة؟ نعم، هو حقيقة الأستاذ راشد الشيء المطمئن في هذا الجانب أنه الاتجار في البشر لا تمثل ظاهرة في السلطنة، الحمد لله. حتى اليوم كنا في الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية، وكان معنا عدد من الأخوة المختصين من وزارة من الادعاء العام ومن وزارة القوى العاملة، كلهم أكدوا على أن الاتجار بالبشر لا يمثل ظاهرة في السلطنة، هي حالات معدودة، وتم الحمد لله إحالتها إلى القضاء، وصدرت أحكام رادعة بحقهم. ولكن مع ذلك يعني الاحتياط دائما واجب. صحيح، نحن عمان يعني جزء من المجتمع الدولي، نتأثر ونؤثر به حتما بحكم هذا التواصل وهذا النشاط الاقتصادي. عمان حقيقة بذلت خطوات كبيرة في هذا الجانب. أول هذه الخطوات انضمام السلطنة إلى بروتوكول باليرمو، وهو بروتوكول صادر عن الأمم المتحدة في 2005، ومن ثم صدر أيضا قانون خاص لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2008، وفي 2009 أيضا أصدر مجلس الوزراء الموقر قرار بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. هنالك جهود كبيرة على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه
الظاهرة في السلطنة. نعم. طيب دكتور، في مثل وجود هذه الظواهر، الحل الإطار القانوني؟ هل القانون هو الحل رقم واحد لمحاربة مثل هذه الظواهر؟ القانون حقيقة هو جزء من الحل. هنا لابد، وهذه واحدة من اختصاصات حقيقة اللجنة الوطنية لمكافحة التجار والبشر، بث الوعي بين عموم الناس بمخاطر هذه الجريمة. فبالتالي لابد أن يكون هناك وعي مجتمعي متزايد. فالقانون هو جزء من الحل، الأفراد أيضا عليهم التزام في هذا الجانب، والدول أيضا ككل عليها التزامات في هذا الجانب. نعم. طيب دكتور، يعني بعض الظواهر الموجودة أو الأشكال الموجودة للتجار البشر التي ذكرتها أنت، موضوع الاستغلال الجنسي، موضوع أحيانا إجبار بعض العمالة الوافدة للقيام ببعض الأعمال، كيف من الممكن بث الوعي مع هؤلاء الأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذا النوع من الاتجار بالبشر حتى يكونوا على مستوى من الدراية والوعي أيضا؟ نعم، هو طبعا قانون مكافحة التجار بالبشر نص على هذا القانون، نص على قواعد كثيرة حقيقة تتعلق بحماية الضحايا، بضرورة توعيتهم بحقوقهم القانونية، بضرورة صون الكرامة والحرية الشخصية لهم، وبضرورة أيضا توفير المسكن الملائم والخدمات الطبية إلى آخر ذلك. فهنا العمل يكون على أكثر من جانب، العمل يكون على ردع هؤلاء المتاجرين بالأشخاص، ولكن أيضا ثمت قواعد قانونية كبيرة تتعلق بحماية هؤلاء الضحايا، ونص حقيقة قانون الأحوال، عفوا قانون مكافحة الاتجار والبشر على جملة من هذه الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها في هذا الجانب. نعم. طيب نحن نعرف أن السلطنة كما ذكرت أنت من خلال هذه اللجنة ومن خلال بقية الجهود التي تقوم بها، سواء الجهات القانونية أو التوعوية، الجهات المعنية بالأمور الاجتماعية، هناك جهود كبيرة للحد من هذه الظاهرة، لكن بعض المواطنين قد يمارسوا أشكال غير مباشرة للتجار بالبشر، استخدام عمالة وافدة بأعداد كبيرة ثم يلزامهم للعمل بأشكال مختلفة مقابل أجر مادي زهيد. كيف من الممكن الحد من هذا الموضوع بالتحديد؟ موضوع يعني تنظيم هذا السوق بشكل منظم يضمن عدم أن نكون عضو أو عنصر في موضوع الاتجار بالبشر. نعم، هو قد يوجد أناس يعني يتاجرون في البشر من حيث لا يشعرون. نعم. وقد يكون هذا الأمر يتم بحسن نية، سواء فيما يتعلق بالعمالة المنزلية أو بالعمالة الوافدة بشكل عام. مثل ما أسلفت، يعني من ضمن صور العمالة الاتجار بالبشر أنك تتشغل هؤلاء الأشخاص في ظروف سيئة. صحيح. أو مثلا تجعلهم يعملون بدون أجر لأشهر على سبيل المثال، أو في ظروف أو بيئة عمل تكون قاسية. كل هذا يعد شكل من أشكال الاتجار البشر. الحل حقيقة يكون عن طريق التوعية، واللجنة الوطنية تقوم بدور، أيضا أنتم في الإعلام تقومون بدور في هذا الجانب، فهو التوعية إن شاء الله نأمل إذا مع تكثيف حملات التوعية أنه تقل هذه الحالات، وإن كانت هي كما أسلفت قليلة على أي حال. طيب أيضا يعني في الصورة الذهنية المرتبطة بموضوع الاتجار بالبشر، موضوع الأطفال والطفولة، ما العلاقة بين هذا الموضوع وموضوع ما يتعرض له بعض الأطفال من أشكال الاتجار بالبشر؟ العلاقة كبيرة جدا، بحسب الإحصائيات وخصوصا الإحصائيات الصادرة عن منظمة أمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، تقول بأن أكثر من يتعرض للاتجار بالبشر هم الأطفال والنساء، ولكن أيضا الأطفال عددهم لا يقل عن عدد النساء. وطبعا ذلك يرجع بطبيعة الحال إلى ضعف هؤلاء الأطفال وسهولة السيطرة عليهم واستغلالهم من قبل المتاجرين بالبشر. لذلك نصت الكثير من الاتفاقيات الدولية على حماية الأطفال بشكل خاص. يعني عندنا على سبيل المثال اتفاقية حقوق الطفل لعام 89، والسلطنة طرف في هذه الاتفاقية، نصت على ضرورة حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال. بروتوكول أيضا ألحق بهذه الاتفاقية. نعم. وعندنا الحمد لله في السلطنة أيضا مؤخرا صدر قانون الطفل، وقانون الطفل وفر حقيقة الكثير من تدابير الحماية التي تستهدف حماية الأطفال من سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو خلافه. نعم. وإذن كما ذكرت، يبقى الإطار القانوني حل، والوعي ايضا المجتمعي حل اخر للحد من هذه الظاهره التي انت يعني بشرت انها ما وصلت الى حد الظاهره الموجوده معنا في السلطنه، لكن ما نرجوه فعلا تكثيف الجهود للحد من هذه الاشكال بشكل كلي. دكتور، نحن نشكرك على وجودك معنا، ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله في جهودكم وفي مختلف الحلقات النقاشيه التي تقيمونها في مختلف هذه الموضوعات. شكرا لك على وجودك معنا. الدكتور نبهان بن راشد المعولي، استاذ مساعد بكليه الحقوق
بجامعة السلطان قابوس. شكرا لك. شكرا جزيلا أستاذ راشد على تسليط الضوء على هذا الموضوع. شكرا جزيلا. شكرا. إذا متواصلين معكم مشاهدينا، ما زالت لدينا أيضا مجموعة من المتابعات من خلال اللقاءات والتقارير في أمسية اليوم من برنامجكم من عمان. بعد الفاصل راجعين لكم مع موضوع جديد يأخذكم إلى الذكريات مع الكتاتيب واللوح والقلم. حياكم الله مشاهدينا مجددا، اخذناكم الى الذاكره الجميله، الى الذاكره الوطنيه من خلال هذا، من خلال هذه اللوحه من مهرجان عام التراث الذي يقيم في ولايه نزوه. مع هذه اللوحات التراثيه بالتحديد اخترنا هذه اللوحه التي تعبر عن التعليم وتعلق الاطفال بالقراءه والكتابه. في موضوع مرتبط ايضا بهذه اللوحه التراثيه، حديثنا في الدقائق القادمه راح يكون عن كتاب اسمه كتاب اللوح والقلم، هو اصدار عماني جديد وهو الاول من نوعه الذي يعرف كيف كانت تقوم القراءة والكتابة في الكتاتيب قديما، كيف كان المعلم يقوم بعملية القراءة وتعليم الأطفال القراءة والكتابة عن طريق طريقة علمية موثقة، وهل هذه الطريقة القديمة من الممكن تطبيقها اليوم حتى ترسخ مفاهيم القراءة والكتابة. كل هذه التفاصيل سنتعرف عليها من خلال وجود ضيفنا العزيز وهو مؤلف هذا الكتاب الدكتور خلفان بن ناصر الجابري، أستاذ مساعد بقسم الأصول والإدارة التربوية بجامعة السلطان قابوس في تخصص التعليم العالي بالتحديد. مساء الخير دكتور وحياك الله معنا. مساء النور أخي راشد، شكرا جزيلا لكم حقيقة على الاستضافة، وهذا ما غريب عليكم، حياك الله. فأنتم دائما يعني تواكبون كل جديد فيما يتعلق بعمان. بارك الله فيك. الشكر أيضا للمعلمين الذين سمحوا لي بمقابلتهم لتوثيق هذا العمل، ولكل من ساعدني حقيقة في الوصول إلى هؤلاء وتقديم يد العون فيما يتعلق بهذا الموضوع. نعم. دكتور، ليش اخترت أن تبحث في هذا الموضوع بالتحديد؟ ما الذي حدا بك أن تخصص هذا المشروع البحثي للحديث عن هذا الكتاب؟ أخي راشد، نحن في الأساس يعني في قسم الوصول للإدارة التربوية معنيون بالتأصيل التربوي للتراث العماني. نعم. و
في الفترة الأخيرة كثر الحديث في الأوساط التربوية بشكل عام، يعني ليس في عمان حتى خارج عمان، عن المشكلات التي يواجهها الطلاب فيما يتعلق بالقراءة والكتابة. نعم. القراءة والكتابة وضرورة الأخذ أو الرجوع إلى طرائق التدريس التي كانت سابقا مستخدمة في الكتاتيب أو مدارس تعليم القرآن الكريم. فحاولت قدر الإمكان أنه أبحث في هذا الموضوع. جميل. وللأسف لم أجد أي ذكر، يعني فيما يتعلق بعمان لم أجد أي ذكر لهذه الطريقة سوى القليل جدا الذي يعني تناوله بعض الكتاب في حول النظام التعليمي وشكل الجوانب المرتبطة به. أما تفصيل الطريقة كلها كامل فيما يتعلق بها للأسف لم أجد أي ذكر لها. حاولت أتبع هذا الموضوع في الكتب التاريخية أيضا لم أجد، سوى في مخطوطة واحدة لتيمينة. نحن نعرف أن التيمينة هي قصيدة تقال في ختم الطلاب لتعليم القرآن، فهو أشار فقط إلى كلمة الهج والإعراب. فما كان الأمر بالسهل أو الهين، وحقيقة كان الموضوع أشبه ما يكون بالمغامرة، أن تذهب إلى لتبحث عن شيء عمره مئات السنين وربما يتجاوز الألف عام. حقيقة في عمان ما انتهى إليه بحثي أن هذه الطرائق تتجاوز تقريبا الألف عام في عمان. لا. وهي كانت عبارة عن ممارسة يتم تناقلها بالسماع والمشافهة فيما بين المعلمين العمانيين. كنت دونتها مشافهة أيضا، كان مصدرك الوحيد أنا حقيقة في مصدري في هذا هي المعلمون العمانيون الذين درسوا بهذه الطريقة، بالإضافة إلى بعض من تعلم عليها في بداية السبعينيات، وأنا أيضا شخصيا تعلمت عليها في أواخر السبعينيات. يعني أنا واحد ممن تعلموا على هذه الطريقة. طيب دكتور، ما هي الطرق التي كانت تستخدم أو التي استخدمت في تعليم القراءة والكتابة؟ الطريقة العمانية القديمة، هناك ثلاثة طريقة ترسل. العمانية؟ نعم، هي طريقة عمانية خالصة. نعم، ما هو موجود في هذا الكتاب هو الطريقة العمانية الخالصة التي استخدمها العمانيون فيما يتعلق. هناك بعض التشابه فيما بين بعض هذه الطريقة مع ما كان متداولا في شبه الجزيرة العربية. نعم. وهذه الطريقة ارتبطت بكتاب، يعني بعض الطريقة هذه ارتبطت بكتاب قاعدة البغدادية. نعم. ربما هذا، يعني هذه نسخة قديمة جدا من الكتاب الذي كان مستخدما في عمان ربما في أواخر الخمسينيات أو الستينيات. نعم. ككتاب، لكن هو بمحتواه متداول في عمان في أكثر من 100 عام. معلم من المعلمين، هو توفي رحمة الله عليه لكن عمر أكثر من 100 عام، قال لي أنه كان موجود في تلك الفترة التي كانوا هم يتعلمون فيها. نعم. أنت كيف اشتغلت على هذا الكتاب بالتحديد؟ في كتاب القاعدة البغدادية. لا، القاعدة البغدادية هذا هو مرجع من الذي كان مستخدما، لكن لا توجد به الطريقة. الطريقة هي بالمشافهة، ولكن عندما بدأت أكتب في الطريقة العمانية كنت أريد أن أربطها بكتاب القاعدة البغدادية، لكن وجدت أن كتاب القاعدة البغدادية يعني ما عاد يناسب ربما في العصر الحديث المستويات للطلاب وتوجههم نحوه، فحاولت أن أطوره في كتاب آخر سميته كتاب الأبجدية. جميل. على ذكر الطريقة التي تناسب العصر الحديث، يعني بين طريقة تعليم الأطفال القراءة والكتابة قديما وحديثا، كيف أوجه الاختلاف والتشابه بينهما؟ ما هما الأنجم؟ بالنسبة للطريقة العمانية، الطريقة العمانية في ثلاثة مستويات. المستوى الأول تعليم حروف اللغة العربية، وهذا في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تعريف الحروف، تعليم الحروف اللغة، الثاني إنشاد الحروف، ربما ما سمعناها الآن هو مرتبط بهذا. نعم. المستوى الثالث دمج الحروف بعضها ببعض، وهذا ما يسمى بأسلوب سور الصخام. يعني سماها بعض العمانيين سور الصخام لأنهم كانوا يطلقون لفظ السورة أو السور على الحروف، والصخام نحن نعرف أنه الفحم الذي كان يكتبون به على الألواح أو الأكتاف مثل ما هو واضح، فهذه صورة كتف مما كان يعني يكتب به العمانيون في ذلك الزمان، يقابله الكراسة ويقابله الآن الآيباد، يعني هذا كان آيباد العمانيين في ذلك الزمان. طيب. المستوى الثاني هي الهجو، والهجو طريقة عمانية خالصة لا يوجد لها نظير في العالم العربي إطلاقا. راجعت عشرات، وأنا عندما أقول لك هذا الكلام فأنا أقول لك لأنني راجعت عشرات الكتب في علم الأصوات اللغوية، في علم العروض، في الصرف، في العلوم التربوية، لا يوجد هناك من وضع نظاما صوتيا قائم على الوزن في تفكيك الكلمة إلى حروفها وتعليمها للأطفال سوى العمانيين. حقيقة هذه، يعني هذا أنا أقول لك إياه لأننا مثل ما أخبرتك راجعت الكثير من الكتب في هذا المجال. الهجو باختصار سأضرب لك مثال من تفكيك كلمات البسملة. كانوا يقولون مثلا، ما كانوا يعلمونها باسمي با سين ميم هكذا كحروف، لا، باسمي با سين ميم الله ألف لام لام ها الرحمن ألف لام را حاميم نون
الرحيم ألف لمرة حيامي هكذا ثم على طريقة الهجو هجو الحروف هذه الهجو هو التفكيك لكن وفق نظام صوتي إيقاعي بحيث أن الطفل يستوعب ما تعطيه إياه من تفكيك هذه الكلمات وهذا استخدم في ضبط الكتابة بحيث أنه عندما يشكل عليه كتابة الحرف إذا كان هو موجود أو لا يستخدم هذا فيعيد فيعيد كتابة الكلمة إن أخطأ فيها نتيجة يعني إن أخطأ فيها ولم يستطع أنه يعرفها في البداية فيستخدم الهجو مرة أخرى ليتكلم هذه الطريقة الثانية هذه الثانية الثالثة ما يسمى بالإعراب والإعراب هو يختلف مفهوم عن المفهوم النحوي لا. نحن نعرف أن الإعراب في النحو هو التغيير الذي يلحق في أواخر الكلمات بحركاتها لكن الإعراب هو ما يقابله في الأدبيات التربوية الطريقة التركيبية الجزئية والإعراب كمسمى في عمان لكن كممارسة موجود في شبه الجزيرة العربية موجود في السودان موجود في دول المغرب موجود كان في العراق أيضا وفي بعض بلدان الشام يعني عندما في القديم وللأسف أنا لم أجد كتابا يوثق كل هذه التفصيلات غير اللهم كتاب القاعدة النورانية وهو كتاب حديث جدا واعتمد في الأساس على هذه الطرائق القديمة التي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية عموما الإعراب هو الربط ما بين الكلمة والحروف الكلمة وما يلتصق بها بحيث أنه مثلا في بسمي نقول باء كسرة بي سين سكنة اس بس ميم كسرة مي هنا ماذا يحصل نسمي الحرف نسمي الحركة ثم نقرأ الحرف مع الحركة قراءة صوتية جميل. هذا فيما يتعلق به وهذه لها ثلاثة أشكال بس عذرا للإطالة لها ثلاثة أشكال هذا الشكل الأول الشكل الثاني ما كان يقول باء كسرة بي كان يقول بي كسرة بي يعني يقرأ قراءة صوتية ثم يقرأ الحركة ثم جميل. فيها دكتور أنت توقع كل هذه التفاصيل ربما تكون موجودة في الكتاب الشكل الثالث مختلف شوي طيب لكن يعني الآن من المشاكل التي تواجهها يعني وزارة التربية والتعليم في مختلف مدارس السلطنة وهذا أمر موجود أمام عيوننا الضعف القرائي هل تعتقد أن بهذه المستويات الثلاثة التي ذكرتها قد تكون حلاً لمعالجة الضعف القرائي؟ نعم في الأدبيات التربوية الحديثة يؤكد على مسألة الوعي الصوتي وعي الطالب بالكلام الذي يقال فهذا يسمى الوعي الصوتي إدراكه للوحدات الصوتية التي تتركب منها الكلمات والربط فيما بينها لتكوين الكلام فطريقة الإعراب تحقق هذا النوع من تحقق هذا النوع من الوعي الصوتي الهجو تحتاج إلى ممارسة فيما يتعلق طيب دكتور يعني أكثر الأشكال التي تصلنا إلى موضوع الكتاتيب وكيف كان المعلم يقضي في حلقة تعليمية مع طلابي في موضوع القراءة والكتابة هذا الشكل فقط معلم ثم طلاب يقرؤون ثم يختمون القرآن ببعض الأشكال لماذا لم تصلنا هذه الطريقة؟ لماذا لم تصلنا بطريقة مفصلة حتى من الممكن الاستعانة بها في طريقة التدريس؟ أستاذ راشد هذه الطريقة في الأساس كانت تتم بالمشافهة والسماع ما كان هناك توثيق لها يعني من وضعها ربما من مئات أو أكثر من ألف عام وضعها هكذا ثم تم تداولها بالممارسة لم تكن جزءا من النظام التعليمي وإنما من النظام التعليمي الحديث وإنما كانت من النظام التعليمي غير الحديث الذي كان سابقا ارتبطت بالمعلمين وهؤلاء المعلمين يعني لم يتخرجوا من مؤسسات تعليمية وعندما أتت المؤسسات التعليم الحديثة لتعلم لم تدخل هذه في مناهجها وبالتالي كل من تخرج بعدها ما كان يعرف عنها جميل أتوقع أن كتاب اللوح والقلم سيعيد هذه الصلة مجددا بكيف كانت طرائق قديما يعني نحن هذا العمل هو التوثيق يعني في المقام الأول هو توثيق تربوي لغوي تاريخي له تبقى المراحل اللي بعد ذلك هو إخراجه من جديد بصورة تناسب المستويات نتمنى لكم التوفيق دكتور إن شاء الله وفي معرض مصر الدولي الكتاب القادم سيكون إن شاء الله كده هذا الكتاب منتشر أمام يدي القارئ وحتى بالإمكان الالتقاء بمجموعة هؤلاء المعلمين سيكون أيضا معه قرص مدمج يشرح الطريقة الصوتية بالتفصيل ويربطها بالكتاب الموجود دكتور نحن نشكرك على وجودك معنا الدكتور خلفان بن ناصر الجابري أستاذ مساعد بقسم الأصول والإدارة التربوية بجامعة السلطان قابوس ومؤلف كتاب اللوح والقلم ونرجو لك كل التوفيق إن شاء الله شكرا أيضا شكرا لكم مشاهدينا على طيب متابعتكم لنا في أمسية اليوم من برنامجكم من عمان نتمنى بإذن الله وفقنا في إمتاعكم وإفادتكم يوم الغد إن شاء الله ملتقى جديد وحلقة أخرى من حلقات برنامج من عمان مع تغطية جديدة لمختلف الفعاليات والأحداث اللي تشهدها أرض عمان الخير شكرا لكم وإلى اللقاء